فوائد يعني المتقى من هذه الآية؟ الله أكبر. سورة الفتح التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه السورة في شهر رمضان المبارك قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مكية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد خرج عمرو بن سالم مثل ما ذكر أبو دانة جزاه الله خير، ومشى عمرو بن سالم حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله وقال: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يأتي مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات، وهي أبيات فيها من النخوة، أي انتخى عمرو بن سالم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ونظر إلى غيمة من خلف جبل سلع، وأتت الغيمة كالترس يعني كالدرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه غمامة تبشرني بنصر الله لعمرو بن سالم. فجاءت السماء بغيمتها تبشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفتح المبين وبهذا الفتح العظيم، وجاءت نون العظمة اللي يعني ذكرت هذه الفائدة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرضه وإلى قومه الذين سبوه وشتموه وآذوه وحاربوه وقاتلوه وفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأفاعيل. يا أخي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بين يدي الله، فيأتي أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فيضع رجله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فيفركها بقدمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مكة وعند الكعبة تحديدا يأتون إليه وهو في أعظم موطن يكون فيه، وهو ساجد بين يدي ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكانوا يضعون سل الجزور على رقبته صلى الله عليه وآله وسلم. السيوطي رحمه الله يذكر عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد في مكة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء كالعمامة فيضعونه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يجره من طرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد التكذيب، كذبوه وسبوه، كان صابرا محتسبا دائما يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم أنه بعد ذلك خرج من مكة إلى الطائف لعله يجد عليه الصلاة والسلام أعوانا له، أنصارا له، من يؤمن به، إلا أنهم أرسلوا عبيدهم وسفهاءهم ورموا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة عليه الصلاة والسلام حتى تطايرت الدماء من أقدامه. يأتي جبريل عليه السلام بأمر من الله، ترى جبريل لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أمره الله أن يذهب إليه. هذه المرة بعث معه ملك من أعظم ملائكة الله، وهو ملك الجبال. جاء ملك الجبال إلى مكة، قال: نطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان في مكة، جبل أبي قبيس وجبل قعي قعان. قال: نطبق عليهم الأخشبين. قال: لا لا، نصبر عليهم، نصبر عليهم، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء اليوم الموعود، جاء يوم الفتح المبين، جاء اليوم الذي قال فيه رب العالمين: إذا جاء نصر الله والفتح. جاء الآن نصر الله، جاء الآن فتح الله، جاء الآن جند الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش من المدينة، استقبله في طريقه وهو ذاهب إلى مكة بنو سليم في 1000 رجل مدجج بالسلاح وبالسيف، 1000 رجل من سليم، بيض الله وجوههم، خرجوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قدموا نحورهم دون نحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل صلوات ربي وسلامه عليه على مكة، وكانوا يقولون أهل مكة منهم أبو سفيان: مالي ومال سليم، ليس بيني وبين سليم عداوة، سليم اليوم أصبحت
في ركاب جيش النبي صلى الله عليه وسلم، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. آمنت غفار برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت جهينة برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الطفيل بن عمرو بدوس للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعضهم يقول يا رسول الله آذتنا سهام ثقيف، قال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. جاءت القبائل كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أصبح الإسلام الآن ينتشر انتشار النار في الهشيم. فجاء صلى الله عليه وسلم بأربعة ألوية، من بين هذه الألوية كان لواء في فتح مكة مع سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، قال اليوم يوم الملحمة، سيد الأنصار، سيد من سادات الأنصار، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم يذل الله فيه قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اليوم يوم المكرمة، اليوم يوم يعز الله فيه قريشا. ثم أخذ اللواء الذي كان مع سعد بن عبادة وأعطاه إلى ابنه قيس ابن سعد ابن عبادة. وانظروا إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذهب هذا اللواء من بيت سيد من سادات الأنصار، وإنما عتب النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة هذا العتب حتى يعلم سعد بن عبادة ويعلم كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحمل لواء الدعوة معه لا بد أن يدعو إلى الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة وأن يجادلهم بالتي هي أحسن. فلما دخل إلى مكة وصعد بلال رضي الله عنه يؤذن على 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 جدار الكعبة، أذن بلال وصدع بالحق في ذلك اليوم، الله أكبر، الله أكبر من الأصنام، الله أكبر، الله أكبر مما عبدوا من الأوثان، الله أكبر، الله أكبر من شهواتهم، الله أكبر من ملذاتهم، الله أكبر. ولما أذن بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى تلك الأصنام اللات والعزى ومنات وهبل التي كانت تعبد من دون الله، التي كانت تعظم من دون الله، التي كان يذبح لها وينذر لها عند كعبة الله، فتلا صلى الله عليه وسلم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما رأى أهل مكة ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن التفت إلى وجوههم من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالأمن والإيمان والسلام والمحبة والوئام، جاء صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر هذه البشرية وليخبر الأمة والعالم بأجمعه لن تجدوا رحمة أعظم من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تجدوا قلبا يحن على أمته كقلب النبي صلوات ربي وسلامه عليه من قال الله في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. التفت إلى قومه وقال والله لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدخل أعداؤه ومن كانوا في اليوم الذي قبل فتح مكة يعادونه، ويقول القائل فيهم قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. فأصبحوا حصنا
منيعا للإسلام، وخرج أهل قريش يفتحون مع رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لهذه القبيلة التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما بعض الناس يتكلم كفار قريش كفار قريش، ولا يتحدث عن المؤمنين من قريش. رسولنا صلى الله عليه وسلم قرشي، وانظر إلى الصحابة الكرام القرشيين والعشر المبشرين ومن أعز الله تبارك وتعالى بهم الإسلام والمسلمين. هذه ربما يكون من الأشياء اللطيفة يعني لتذكر، أن فتح مكة حدثت في السنة الثامنة وفي رمضان وفي اليوم العاشر. بعد فتح مكة وفود كثيرة دخلوا في الإسلام من قبائل عدة، حتى أن سمي اليوم الذي السنة التي بعدها السنة التاسعة بعام الوفود، من شدة أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا.